هذه أنثى حوت يتبعها وليدها الصغير. يصل طول الصغير عند الولادة إلى 20 قدماً، ولكنه يعتمد على أمه في الغذاء والحماية، ولا يغامر بالابتعاد عن ظهرها طوال عام كامل. في البدء تضع الأم نفسها بيني وبين صغيرها، وأنا أحافظ على مسافة آمنة، فأنا أتفهم عدم ثقتها، وخصوصاً في عالم البحار حيث يمكن أن يتعرض الصغير لهجمات الحوت القاتل أو أسماك القرش. وشيئاً فشيئاً تقترب الأم لتتفقدني في أثناء رضاعة الصغير. ينظر إلي الصغير بفضول، ولكنه يلازم ظهر والدته. ومن أهم أسلحة الدفاع الطبيعية التي تضمن سلامة الصغير ذيل الأم القوي الذي يمكن أن يفقدني الوعي، أو أن يقذف الحوت القاتل فوق سطح الماء أيضاً. وأخيراً يبدو أن الأم تقبلت وجودي، ويقترب الصغير ليلقي نظرة علي. خلال الشهور التالية وتحت رقابة أمه سيزداد فضول الصغير ولعبه، وأخيراً يحول خلجان فالديز إلى ملاعب خاصة به. سيعود هذا الصغير طوال حياته إلى هذه المنطقة لقضاء نصف عام سنوياً هنا، ولكن حيثما يذهب في عالم البحار ومهما يفعل يبقى سراً غامضاً لم نعرفه بعد، في عالم تتزايد سيطرة الإنسان عليه. وأنا يسرني وجود مخلوقات عظيمة تعيش حياة سرية وغير معروفة. ينتقل بيتكيرن من عالم الحوت الضخم في الجنوب إلى شمال المحيط الأطلسي إلى منطقة تجمع فريدة، حيث سيدخل إلى عالم حيوانات ضخمة ورائعة أخرى. معظمنا لم يشاهد واحدا منها لأن موطنها شاسع وهي قليلة العدد. وعلى الرغم من كونه واحداً من أضخم المخلوقات، إلا أن معظم مشاهداتنا تتم وهو منطلق بسرعة، فتكون رؤيته لمحة قصيرة. ولكن المكان الذي تستطيع رؤيته فيه هو سيلفر بانك الذي تقصده الحيتان الحدباء للتكاثر. يفضل بيتكيرن الحوت الأحدب على جميع الحيوانات البحرية، والآن إنه في طريقه إلى تصوير مجموعة منها على شريط فيديو. يعجبني الحوت الأحدب، ولا أستطيع الاكتفاء والتوقف عند حد. عندما صورت هذه الحيتان في الماضي كنت في هاواي، والآن سأقوم بتصوير بعض الحيتان الحدباء التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، والتي تتخذ من شمال الأطلسي موطنا لها. سيقوم بيتكيرن بمتابعة الحوت الأحدب، لأن الغذاء والتكاثر وهما الحدثان الأساسيان في حياة الحوت الأحدب الشمالي الأطلسي، يتمان في مكانين تفصل بينهما آلاف الأميال. يتم بحثها عن الغذاء في المياه الباردة، وهناك عدة أماكن لذلك، تمتد من ماساتشوستس حتى الناروج. أما التكاثر فهناك مكان واحد مخصص لهذا الغرض، حيث المياه الدافئة في جزر الهند الغربية، وبالذات إلى سيلفر بانك قرب جمهورية الدومينيكان.
بدأت رحلة بيتكيرن عندما غادر ميناء سمنة مع فريقه باتجاه سيلفر بانك التي تعتبر الآن ملاذا للحوت. وفي أواخر شهر كانون الأول يبدأ وصول الحيتان الحدباء متباهية بتناسق أجسامها الرائع. وكما يحدث أحيانا فعندما يظهر جسمه كله يظهر مدى ضخامته. طوله 50 قدما ووزنه 50 طنا. إنه الحوت الأحدب. سيلفر بانك ليست مكاناً يجتذب مشاهدي الحيتان لأنها تبعد مسافة 12 ساعة عن أقرب ميناء، ولأنها منطقة غير معدة للسياحة بعد. وهناك المرجان الذي أغرق سفناً إسبانية محملة بالفضة، وهذا سبب تسميتها سيلفر بانك، أي الضفة الفضية. يمتد المرجان من قعر المياه حتى السطح مشكلاً خطراً كبيراً على المراكب، بخاصة وأن المنطقة كلها مكشوفة. وعندما نرسو نبتهل من أجل السلامة. لقد رسونا بأمان الآن ونلازم مكاننا، ولكن المرء يلاحظ ضآلة المركب ومدى تعرضه للخطر.